مساكم الله بالخير، معاكم علي غنام. انا جدا اعشق طبخه الملوخيه وحاب كثير يعني اتعلم الطبخه هذه، فمالي الا مين شيف فود افضل من يعمل ملوخيه في وطن العرب. علي طالب ملوخيه، وبما انه قال ان انا افضل من يسويه في العالم العربي، عاد اليوم بدلعه بوصفتين ملوخيه. بس قبل خلونا نرحب بعلوش. علي اهلا وسهلا، هلا بك. الله يسعدك. مره متحمسه وطالب ملوخيه، شو الطاري طالب ملوخيه؟ بصراحه انا من عشاق اكله الملوخيه، جربتها كثير في اماكن مختلفه، ما حسيت ان ابغى الطعم اللي يعني اللي في بالي ما وصل لي الى الان، فقلت اجربها معاك، وفي نفس الوقت ابغى اتعلمها بحيث اذا طرت علي اسويها بنفسي. اوكي، شوف عشان اكون صادقه معاك، يعني من ألذ الملوخيه والمعروف عنها الملوخيه المصريه اللي فيها الطشه واللي يسوون كذا بالقدر وتنصب هنا وهناك. انا راح اسوي لك ملوخيه فيها نكهات مصرية بس فيها لمسات ودية. أنا إلا ما أحط لمسات ودية. وهذا السر. وهذا السر. وراح أسوي ملوخية ثانية لبنانية. طبعاً اللبنانية تختلف تماماً عن الملوخية المفرومة أو اللي دائماً الناس تعرفها بالملوخية المصرية. بس قبل ما نبدأ وصفتنا عشان مشاهدينا يعرفوا المكونات، خلينا نقولها. مكونات ملوخية بطريقتين: ملوخية مفرزنة، ملوخية ناشفة، بصل أصفر، ثوم، طماطم، كزبرة ورق، كزبرة بودرة، ليمون، ورق غار، هيل، مستكة، مكعب مرق دجاج، أفخاذ دجاج بدون جلد، أرجل دجاج بجلد، أجنحة دجاج، صلصة حمراء، رز مصري، شعرية وسمن.